مسألة شخصية حساسة دي كلمة حساس اللي هي sensitivity ليها علاقة بالتأثر. يعني أنا لما يكون جلدي حساس فأنا بتأثر بحاجة أكتر من غيري. طب لما تكون بشرتي حساسة فهي بتتأثر بحاجة أكتر من غيرها. بس خلينا الأول نقول يعني إيه شخصية. هي شخصية دي اللي هي personality جاية من لفظ لاتيني اسمه persona. persona باللاتيني يعني القناع. وكان زمان في اليونان الممثل قبل ما يطلع على المسرح يحط قناع على وشه علشان الناس تعرف هو هيؤدي دور شرير ولا دور طيب، فيبدأوا يتفاعلوا مبدئيا مع الدور اللي هو هيؤدي. طيب الشخصية في اللغة العربية يعني ايه؟ شخصية جاية من مصدر اسمه شخصة، وشخصة يعني برز، اللي هي ايه اللي برز من هذا الشخص. فلما اجيب سيرة مثلا اقول لحضرتك نسمة فتقوليني دي شخصية حساسة جدا. دي اول حاجة بتيجي في بالنا لما بنيجي نوصف حد، اللي هي الحساسية الزايدة. المشكلة ان الحساسية الزايدة في الشخصية لا تستمر على ما هي عليه، ولكن مع مرور الوقت بتتحول من very sensitive personality ل hypertension personality، يعني من شخصية شديدة الحساسية لكل اللي بتتعرض له لشخصية شديدة التوتر مع كل اللي بتتعامل معاه. الاجريشن هنا بيظهر ابقى عدواني امتى؟ مفيش حد حساس بيبقى عدواني، بس ممكن يبقى منفعل، دايما بتعيط، دايما منفعلة، يعني يعكس اللي جواه، يعني يبقى هو من جواه حد ضعيف جدا، وكل ما يكلم حد يزعق له. يعني كل ما يتعامل مع حد او تاخد رأيه في حاجة تلاقيه بيكلمك بزعيق وبيكلمك بتنشنة. هنا مش شرط ان ده يكون اجريشن، بس ممكن يكون هو لا شعوريا على مستوى السب كونشس مايند هو بيحاول يظهر نوع قوي، وبيتخيل خطأ ان القوة في ان انا ازعق، او ان القوة في ان انا اطلع اسوأ ما فيا للي قدامي. طيب الشخصية الحساسة دي احيانا كتير جدا بتعمل مشاكل لنفسها وللناس اللي معاها، لان الناس ما بتبقاش عارفة تتعامل معاها ازاي، ما بتبقاش عارفة توصل لها ازاي، بتخاف عليها يعني. وبعض الناس يسر ان هو يبعد عنها، ما يتعاملش معاها خالص. مشكلة الشخصية الحساسة في ان هي بتفضل تتشحن كل شوية بكل شيء نيجاتيف حواليها، فتتحول هي النيجاتيف بيرسوناليتي، يعني تتحول لكتلة من النيجاتيفيتي، وما بتقدرش تنجح في حاجات كتيرة في حياتها سهل نجاحها. يعني تلاقيها هي شاطرة بس مش قادرة تنجح لأنها بقت نيجاتيف. هي أصلا مثلا ذكية بس مش قادرة تبقى كرياتيف، مش قادرة تبدع لأنها نيجاتيف. طب النيجاتيفيتي دي بتيجي منين؟ أي حد في الدنيا بيبقى عنده نوعين من الطاقة، طاقة بدنية اسمها باور، وطاقة نفسية اسمها ليبيدو. طاقتي النفسية دي إما تكون إنها بوزيتيف أو نيجاتيف، يا سلبية يا إيجابية. طيب إيجابية دي هل معنى الشخص الإيجابي ما بيتعرضش لمشاكل في حياته؟ ده بيتعرض طبعا، بس هو يتعلم إزاي يهندل المشاكل دي. طب والشخص السلبي ده بيقف عند المشكلة وتكبر كمان. برافو على حضرتك. بس بتكبر بطريقة لطيفة قوي بقى، بتبقى عامل زي كرة التلج تفضل تجري وتزيد. الشخص الحساس وهو ماشي اي حاجه تاثر فيه، لو حد كسر عليه في الشارع يتوتر، حد خد الركنه اللي كان هيركن فيها يتضايق، حد ما ردش عليه السلام يتعصب، حد كلمه مثلا وبص كده بص له بصه مثلا ما كانش قصدها يفضل طول اليوم مقريف. وحضرتك كنت قلت لي قبل الهوا حاجه لطيفه قوي، هو ده ليه علاقه بالاوبسيسيف، بالناس الأوبسيسيف اللي عندها أوبسيشن، أو الناس الموسوسة؟ هو ليه علاقة بس من بعيد شوية، إن الحساس أصلاً أوبسيسيف بيرسوناليتي، يعني مدقق قوي في كل التفاصيل. لما دخلت وسلمتي عليا ما سلمتيش عليا بنفس، لما سلمتي عليا ما كنتيش بصة في عيني، ما قلتليش أهلاً بحرارة، تلاقيها دايماً بتفسر أي حاجة على نقيصة فيها أو حاجة ممكن تضايقها. وده موجود عند الستات بنسبة 4-1 عند الرجالة، يعني كل 4 ستات قصادهم راجل كده. الرجالة شوية بيكون جلدهم تخين، ان الست المايند بتاعها مش البرين، المايند بتاعها اوبسيسد، اوبسيسد بالتفاصيل. الراجل لما بيتحول لان هو بقى سنسيف بيرسوناليتي ده بيبقى كارثة، بيبقى كارثة على طول، بيجامب الحاجة اسمها البارانويد، بارانويد بيرسوناليتي، انه يتحول من انه حساس لانه شكاك، يبدأ يشك. عكس الست ممكن تفضل حساسة وقت طويل، يعني الراجل حساس قوي يبقى قاعد واتنين بيتكلموا في اخر الاستوديو، لا دول بيتكلموا علي، طب اتنين بيضحكوا الناحية دي، لا دول بيضحكوا عني، دول بيجيبوا سيرتي.
تبدا الحساسيه معاه تتحول على طول لشكوك، ما تعديش بالاطار الطبيعي بتاعها. ودي بتبقى مشكله كبيره جدا، لانه بيتحول لبارانويد بيرسوناليتي، فما بيقدرش يعبر عن نفسه بشكل كويس، وعشان كده بيخسر كتير من علاقاته. النون فيربال كوميونيكيشن بتاعه السنسيتيف بيرسوناليتي لازم تبقى كده، ما ينفعش يقعد وهو فارد ظهره، دايما هو قاعد تلاقيه عامل كده مقوص، ودايما تلاقيه مشدود، وممكن يقعد يذاكر فتره طويله بس اداؤه في الامتحان يبقى سيء. ناس بتذاكر اقل تحقق درجات اعلى منه. وده بيحصل ببساطه شديده لانه تركيزه بيكون قليل من كتر الحساسيه المفرطه في التصرفات. هو بيتحول الاتنشن بتاعه بيتفتت على كتير جدا من المواقف. بتكون يعني بنقسمها، احدث الدراسات اللي اتعملت لقت ايه، انها بتكون اما مواقف تافهه، يعني ايه ده، يجي حد يحكي لك موقف ومتألم منه جدا، دي حقيقة، فتشوفين هو تافه، الموقف تافه بس هو مؤلم بالنسبه له، صحيح، هو مش شايفه زي ما احنا شايفينه، او موقف سخيف، حاجه عيب او حاجه ما تصحش. يعني تلاقيه مثلا دخل على المدير بتاعه وما قالوش صباح الخير، او حد جاله ضيف عنده وما راحش يسلم عليه، او دخل له حد فقال له انا مش عايز اقابل حد دلوقتي وقفل له الباب عليا، بتبقى حاجه عيب، يعني ما يصحش ان هو يعملها سخيفه او حاجه مبالغ فيها. وهنا دي اخطر نقطه عند الشخصيات الحساسه، انه بيبقى بيرفكشنستك بيرسوناليتي. بيرفكشنستك جاي من بيرفكشنزم اللي هي الكماليه، بيرفكت، بيبقى عايز كل حاجه مظبوطه، كل حاجه صح، فما بيعملش حاجه خالص، عايز اعمل احسن حاجه ممكن تتعمل في الدنيا، ففي الغالب ما بيعملش حاجه خالص. تشارلز ديكنز كان بيقول عنهم كانوا يسعون لان يمسكوا النجوم فاذا بهم مسكوا الهوى، يعني مجهودهم راح على الفاضي. بتعمل حاجه اسمها المديتيشن او بتمارس التامل، وده المفروض بتمارسه من 6 ل 8 مرات كل اسبوع، يعني كل يوم تعمل مره وفي يوم تعمل مرتين. لو عملت الكلام ده 3 اسابيع متصله، وده كنا عملناه، كان اخر بحث 12 اظن في ميدل ساكس في لندن، وكانوا قالوا ان المديتيشن بيفيد جدا في السنسيتيف بيرسوناليتي، الناس اللي عندها سنسيتيفيتي زياده، عشان ما تحولش ان هي تبقى اوبسيسيف بيرسوناليتي، تبقى موسوسه، وده بيفيدها اكتر، بيبقى الطف معاها. لو عملت الكلام ده وما تحسنتش ولقيت ان ده مش التوتر مش قليل، لازم تلجا لحد، بس لمعالج نفساني مش لطبيب نفسيه وعصبيه. ايه الفرق؟ طبيب النفسيه والعصبيه ده بيعالج الاضطرابات النفسيه بالادويه، اما المعالج النفساني ده بيعالجها بالعلاج النفسي من غير دواء. ده بيبقى خطه بروجرام كده، محدد المده، محدد الاهداف، محدد الغرض، محدد المعالم، بنخرج منه بمجموعه سيشنز عشان تكنيكس معينه تتعمل بتتحسن على طول، مش بتفضل تيجي العياده طول العمر. يعني السايكولوجي دلوقتي ما بقاش ان انا اعالج اضطرابات وبس، بقى ان انا ازاي اعيش حياتي احسن. يمكن تعريف الصحه النفسيه زي ما قالته الـ WHO من سنه فاتت، ما قالتش ان هو الخلو من المرض النفسي خالص، قالت ان الصحه النفسيه هو التمتع. بص حضرتك اللفظ، التمتع دي جايه من ايه؟ من استمتاع، التمتع بجوده الحياه اللي هي اللايف جود، النفسيه والاجتماعيه والصحيه والروحيه. لو انا ما عنديش التمتع ده يبقى انا ما عنديش صحه نفسيه.